أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: عندما أقول في الدعاء اللهم أنت خلقتني وأنا أمتك بدل عبدك فهل يجوز ذلك؟ تقول أحسن الله إليكم: عندما أقول في الدعاء اللهم أنت خلقتني وأنا أمتك بدل عبدك فهل يجوز ذلك؟ نعم، لا بأس بذلك، هي أمة الله، هي أمة الله، فلا بأس بذلك. نعم.